لو عندي انا سرعه المحرك سبيد وكانت ان وحدتها ار بي ام، اذا بدي احولها لار بي اس ريفولوشنز بير سكند ايش بدي اعمل؟ تقسمها 6. هلا بدي اخذ مينت، راح تكون عندي هون 1 مينت ار بي ام، يعني خلينا نحطها هاي بشكل ادق، راح تحطها ريفولوشن بير مينت، راح نحطها بير مينت من هون. عندي المينت تحت راح احط 1 مينت فوق وتحت 60 سكندز، وهذا يونيتي براكت مش هيك مضبوط؟ فالمينتس اللي هون راح تشطب مع المينتس اللي هون، بتصير هاي تتحول وحدتها ريفولوشنز بير سكند مش هيك؟ هلا بدنا نحول بلسز بير سكند، بدي احولها لبلسز بير سكند، فايش راح اعمل؟ بدي الغي السكند وراح اخذ عندي هون 1 سكند وهون عندي ليش الغي السكند؟ بلسز لا خلينا احط اليونت تبعتها بلسز بير سكند. هلا اذا حطيتها بلسز بير سكند راح تكون واحد هون مزبوط بلسز بير سكند، وعندي لا مش بلسز بير سكند بلسز بير ريفولوشن فراح اخذ عندي هون صار عندي هون ريفولوشن راح يكون عندي هون ريفولوشن هون بلسز بير ريفولوشن راح يكون هذا المحرك فيه له عدد من البلسز بير ريفولوشن مثلا لو اخذنا 200 بلسز بير ريفولوشن هل الريفولوشن تشطب مع الريفولوشن مزبوط بتصير عندي هاي ريفولوشن مع ريفولوشن مزبوط مينت مع مينت ايش ضل عندنا بلسز بير سكند فبتصير هاي 200 على 60 بس واليونتس هون بلسز بير سكند ان مضبوط هيك في الان كمان ايش هو ان السبيد اصلا ان اوكي ان فان كانت وحدتها ريفولوشنز بير مينت اذا بدي احولها لبلسز بير سكند بقسمها على 60 واضربها في 200 مضبوط هيك بقدر احول ما بين اثنين